اول فضاء ضخم اللي نفتحوه من عندنا 58 فضاء اللي تجاوز 2500 متر مربع، لكن هدفنا من خلال شركه فور ويكس او خلال شركات اخرى اللي راهي تطمح انها تدخل للجزائر، خاصه الشركه القطريه المختلطه اللي راح تدخل الجزائر وشركات اخرى، راح نحل الفضاءات الى اننا تكون فيه استثمارات كبرى ونمشي الى هذا النوع من المتاجر الكبرى اللي اليوم عندنا 3600 يعني سوبيرات، لكن ما عندناش متاجر كيما هذه كبرى. نعتز اننا اليوم نعاود نحل هذا المتجر، لكن راح نمشي قلت اننا نحل متاجر اخرى اللي تتجاوز مع فور ويكس 80 في العاصمه وعلى المستوى الوطني حوالي 120. لهذه المتاجر على بالكم باللي تشغل العديد من العاملة المباشرة والغير المباشرة، كذلك تشغل العائلات في بيوتها. اليوم شفنا العديد من الأطباق التقليدية اللي عند الجزائريين اللي تحظى حتى في البيوت مش فقط في المصانع، يعني وبالتالي فيه يعني مناصب شغل غير مباشرة للكثير من العائلات اللي تستفيد من هذه العمليات، لكن أيضا فيه أننا نكسر هذه السلسلة تاع المضاربة تاع الوسطاء اللي يعترضوا بين التاجر الحقيقي والمستهلك في نهاية الأمر. كذلك من خلال هذه الفضاءات نأمل إلى إقامة يعني دي سنترال داشا، يعني مراكز تسويق كبرى لجمع المواد وتوزيعها بطريقة لتقدر أنها تؤدي خدمات إلى المواطنين. في برنامج السيد رئيس الجمهورية أنه فيه ورشة كبرى لتقنين وتأطير السوق من أجل أننا نبعث هذه الفضاءات الكبيرة، ونظن بلي رانا في طور الانتهاء منها. اليوم هذا اول يعني منتوج لها، ولكن راح تكون فيها ان شاء الله فضاءات اخرى اللي راح تفتح على في القريب العاجل ان شاء الله في ولايات كبرى اخرى ان شاء الله.